كفايه يا نواف، انت جاي تسمعيني ولا هتعيطي؟ مش عايزه تقولي لي بس انا غلطت في ايه. انا عارف دي متهالك ان انا خدعتك، بس الواحد لما يكون متجوز من سنين وعنده اولاد ما يقدرش فجأة كده هو قاعد يفطر مع مراته يقول لها اديني السكر انا عايز اطلقك. مش بالبساطة دي، خصوصا اذا كانت الست دي ليها افضال عليه. انا قلت لك قبل كده انها ساعدتني ووقفت جنبي في بداية حياتي في وقت اللي كل الناس تخلت عني فيه. على كل حال ده مش وقته، حماتي جت من المنيا وتقعد عندنا اسبوعين، ما اقدرش اتكلم في الطلاق دلوقتي. اي انت حصل لك ايه يا نوال؟ انت كنت دايما مريحه وما بتبطليش ضحك ابدا. ما انا لازم اضحك فعلا، اضحك على غباوتي، خصوصا بعد اللي حصل لي النهارده في الفرح. عارف انا قابلت مين؟ قابلت سكرتيرتك الانسه ناهد، وكانت هتموت من الضحك عليا وعلى خيبتي. فهمت، هو ده بقى اللي مضايقك انسه ناهد؟ على كل حال دي تاريخ قديم وانتهى. بس انا نسيت اقول لك ان انا كنت ضعيفه جدا في ماده التاريخ. يلا نراجعها. الاول كانت الانسه ناهد، وبعد الانسه ناهد الانسه راويه. لا انا اسفه، الانسه راويه، وبعديها الانسه كاميليا، وبعديها الانسه ليلى، وبعد الانسه ليلى الانسه نوال. كفايه يا نوال كفايه. وقال لي ست محظوظه جايه تاخد مكاني. خلاص يا نوال خلاص، انا استاهل اكتر من كده، انا استاهل. بس انا عايز اسالك سؤال وترد عليا بامانه، ايه اللي يخلي راجل متجوز يعمل علاقه مع واحده غير مراته؟ ها؟ الجواب لانه راجل تعيس في حياته، راجل وحداني. انا مفيش بيني وبين مراتي اي تفاهم يا نوال. بس الكلام ده قبل ما اعرفك، انما دلوقتي خلاص. انا مش فاهمه ازاي طلعت هبله للدرجه دي، ازاي ما عرفتش ان الست اللي تحب راجل متجوز مش لازم تعشم روحها بحاجه عادله ابدا. نوال يا حبيبتي، الليله دي عيد ميلادك ومفيش داعي نتخانق. ده قطع عيد ميلاد في حياتي. بلاش مبالغه مال، وغلاوتك عندي كل حاجه هتتصلح وتبقى عادي. نوال انا فكرت اجيب لك هديه، خفت ما تعجبكيش. فضلت تختاريها انت على ذوقك. جنيه اشتري بيها اللي يعجبك. كل سنة وانت طيب. نوال الساعة بقت 11 الا ربع وانا ما اقدرش اتأخر اكتر من كده. حاضر، انا افتكرتك بس بعد ما دفعت الثمن. عايز نوال اوعي تتكلمي بالطريقه دي، اوعي ترخصي نفسك. ارخص نفسي؟ هما 100 جنيه دول شويه؟ ضروري بتدفع حاجه لصاحب الشقه دي؟ نوال ارجوكي ارجوكي، كفايه كده كفايه. هتتاخر على حماتك يا حلمي. هتنزلي معايا؟ لا انزل انت الاول، انا هصلح مكياجي. ما تنسيش تطفي النور وراكي. حاضر. اشوفك يوم الاثنين؟ طبعا الاثنين ويوم الخميس، وبعدين الاثنين اللي بعديه والخميس اللي بعديه. خلاص يا نوال خلاص، مش ممكن هيفضل كده على طول. خلاص انا بحبك يا نوال، بحبك. حاسب الروش. Thank you.
Thank you.